حاليا متحفي بمجلسي في المنزل، وبعد فترة قصيرة إن شاء الله بيكون متحفي في منطقة العين الفايضة، يعتبر أكبر متحف خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، أجمع فيه المقتنيات الثقافية والتراثية وكذلك المقتنيات الثقافية التي تتحدث عن حكيم البلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. متحف اللي في البيت جمعت عندي مقتنيات كثيرة. في البداية أنا اهتمامي بالشيخ زايد الله يرحمه، أجمع الشواهد الإعلامية عن مؤسس البلاد وصانع الاتحاد، فالشيخ زايد رحمه الله كتب عن العالم أجمع، من عرب من عجم من الدول العربية والدول الإسلامية والدول الأجنبية، جميع الناس كتبوا عن الشيخ زايد، وهذا يعتبر حبا ووفاء ومصداقية في عمل الشيخ زايد. لذلك أنا تجمعت عندي أمور كثيرة، وأيضا على مدار العمر ستتجمع أمور أكثر عن الشيخ زايد، وما زال العالم يكتب عن الشيخ زايد رحمه الله. تجمعت عندنا مقتنيات كثيرة ثقافية، وكذلك عندنا مقتنيات تراثية ما خلفها لنا الأهالي والأجداد في حياتهم، مقتنيات كثيرة استخدموها في بيوتهم في أسرهم في حياتهم المجتمعية، والحمد لله نحن جمعنا الشيء الكثير منهم. من 30 سنة بديت أهتم وأركز على جمع المقتنيات، سواء مقتنيات ثقافية أو مقتنيات تراثية. متحفي الحمد لله يجمع الكثير من الشواهد الإعلامية عن الشيخ زايد، سواء صحف أو كتب أو مجلات أو لوحات أو عملات ذهبية وفضية تحمل الصورة الكريمة صورة الشيخ زايد رحمه الله، وكذلك المقتنيات التراثية الفخاريات والنحاسيات وما كان مستخدم فيه المنطقة أو بين الأهالي. تحديات أو معوقات واجهتنا في جمع الشواهد الإعلامية عن الشيخ زايد الحمد لله كانت قليلة جدا ونادرة، وهذا يعتبر حبي لهذه المقتنيات وجميع الصعاب تتسهل. أجد الناس كلها مثلا ترشدني إلى هذا المكان أو ترشدني إلى هذه المقتنيات أو الشواهد عن الشيخ زايد، وكثير منها البعض يهديني والبعض أشتريه منها. صعوبات قليلة يعني في يعني مثلا نحن ما نعرف مكان العرض، التوقيت أيضا والزمن اللي نحن نحاول نحصله لأنفسنا من فراغنا من أجل البحث عن هذه المقتنيات. في البداية أنا أشارك في الفعاليات والمهرجانات الوطنية والتراثية والثقافية، أزور المعارض أزور المتاحف أشارك في المهرجانات، أعرض مقتنياتي وأعرف الناس باهتمامي وأن عندي متحف وأني أنا اللي أجمع الشواهد الإعلامية عن الشيخ زايد. لذلك تسهلت عندي أمور كثيرة، عفون الناس، اشتركت في برامج تلفزيونية أيضا اللي كان في الصحف لمشاركات، وعرفون الناس والحمد لله أصبحت الناس تعرف عبد الله الكعبي في دولة الإمارات صاحب شواهد في حب زايد رحمه الله. الحمد لله الشيخ زايد يعني نال كثير من الألقاب الكريمة والطيبة، وكل سياسي مكروه إلا الشيخ زايد الله يرحمه سياسي لكنه محبوب، لذلك نجد جميع الصفات الطيبة اطلقت على الشيخ زايد، منها حكيم العرب، منها فارس الصحراء، منها صقر الصحراء، منها الزعيم، منها الرجل الوحدوي، حيث أن الشيخ زايد استطاع بعد فترة من الزمن أن يجمع عدة إمارات في دولة واحدة، هذا من فضل الله علينا وفضل الشيخ زايد رحمه الله، حيث أن الشيخ زايد رحمه الله دائما يبدأ حديثه بالحمد والشكر على الله على هذا الفضل والنعمة التي حباها لنا في هذه الدولة. الحمد لله عندي الكتب الكثيرة عن الشيخ زايد، ما زال العالم يكتب ويكتب ويكتب، في كل معرض كتاب نجد إصدارات جديدة من علماء مفكرين مثقفين جهات حكومية وجهات ثقافية تكتب عن الشيخ زايد. تقريبا أنا أعتقد أني جمعت ما يفوق 450 كتاب عن الشيخ زايد،
وهناك الكتب الكثيرة يمكن توصل أكثر عن 700 أو 800 كتاب عن الشيخ زايد رحمه الله، والصحف نشرت عنه، المجلات نجد الشيخ زايد دائما على غلاف المجلات. وإذا اجتمع بعض الشخصيات أو السادة أو القادة أو السلاطين مع الشيخ زايد، نجد الشيخ زايد له وضعية على الغلاف، سواء وضع في وسط الغلاف أو وضع في أعلى الغلاف. الحمد لله زايد يعني له فضل كثير علينا رحمه الله. متحفي القادم إن شاء الله والجديد والذي سيفتح قريبا هو في منطقة العين الفايضة، ويعتبر متحف ثقافي تراثي، يعتبر الأكبر من حيث المساحة، متحف خاص، والحمد لله جمعت فيها المقتنيات الثقافية والتراثية، وإن شاء الله بيكون لي دور في مجتمع مدينة العين بشكل خاص ومجتمع دولة الإمارات بشكل عام. الحمد لله أحاول أني أغرس الثقافة في نفوس الأجيال قراءة وكتابة، وإن شاء الله أني أحاول أيضا أقدم انطباع جميل عن تاريخ وعن أصالة دولة الإمارات عبر متحفي هذا. وفقت بين العمل والهواية، الحمد لله أنا حاليا متقاعد. أثناء عملي كنت أجمع بعض المقتنيات، أزور المعارض عندما أجد فرصة، أزور المتاحف، أمر على القرى التراثية، الناس عرفتني، أهدتني بعض المقتنيات، اشتريت منهم بعض المقتنيات، وتكونت عندي مقتنيات كثيرة. لكن الحمد لله من بعد تقاعدي ركزت على جمع المقتنيات التراثية والبحث عنها، شاركت في المعارض، زرت المتاحف، زرت الأسواق الشعبية، والحمد لله جمعت الشيء الكثير. وجميع هذه المقتنيات الموجودة عندي هي ما كانت مستخدمة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة أو لها علاقة بدولة الإمارات. الحمد لله اهتمامي فقط أنا بالموجود في دولة الإمارات أو ما يتحدث عن الدولة. الحمد لله أسعى إلى زيارة الأسواق الشعبية والتراثية، ولي اهتمام شخصي، ودائما أنا يعني أركز وأبحث عن المادة الأصلية الغير مقلدة. ولي أصدقاء أنا دائما أكون معاهم، هم أصحاب متاحف، أصحاب اهتمام ثقافي وتراثي، والحمد لله مع مرور الزمن تكونت عندي خبرة وثقافة في هذا المجال، والحمد لله كونت شيء كبير. أحب أني أنا أرحب بالزوار في متحفي، نوضح لهم المحبة من دولة الإمارات لضيوف دولة الإمارات ولجميع المقيمين، وأن دولة الإمارات بلد الأمان، بلد الثقافة، بلد المحبة، بلد العطاء، ونسعد برؤيتهم في دولتنا.